الكبرى كيف هذا اللائحي من النظام اللائحي هو نظريا من المستوى النظري يشجع على التطوير السياسي اي يشجع على التطوير الحزبي. هنا هو واحد الفرق من كون اخر انتخابات مباشره وغير مباشره اللي كتكون لائحه كاين القوى شنو هي القوى وكما كانوا فرنسيين وفرنسيين وفرنسيين انهم عندي لوائح هذه طريقه جد مثاليه جد ديمقراطيه عندي لوائح معينه حزبيه انا غير ملزم باختيار لائحه معينه ارتب لائحتي الخاصه كناخذ مثلا هذا الحزب جوج مرشحين نفرضوا انه الشغل في اطار واحد المنظومه دوليه وملي نتكلموا عن المعايير الدوليه للانتخابات تتكلم عن القواعد التي يجب ان تحكم العمليه مختصر كيفية القواعد التي تحدث قلنا فيه ما لم يقله مالك في الخمر كيفاش الخريطة هذا وكيفاش كذا إذا خصنا واحد النظام الانتخابي اللي كيعطي واحد الحد أدنى للانسجام وكيف بوريد شوية الأحزاب القضية لا زال مش كبير أنا متشكل إما غنمشي وكنقربوا من النظام الأغلبي التخطيط الاستراتيجي حتى اللي كيوصل إلى 30 15 20 سنة أصبح اليوم واحد الخيارات اللي هي أساسية في العالم كامل. الولايات المتحدة كتتكلم على المخططات ديال أمريكا بخصوص 2072 الإمارات السعودية قطر ربما عمان فرنسا جميع الدول الاتحاد الإفريقي عندنا عندنا 62 2062 تقريبا يعني هذه اختيارات استراتيجيه لان يعني الدوله اليوم